بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف النبيين وأزكى المرسلين سيدنا وشافع ذنوبنا أبي القاسم محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين وبعد ورد عن سيدنا ومولانا وإمامنا سيد الموحدين وأمير المؤمنين علي عليه السلام ما أصبح في الكوفة أحد إلا ناعما وان ادناهم منزله لياكل من البر ويجلس في الظل ويشرب من ماء الفرات ارحب بكم ايها الاحبه في هذا البرنامج الكريم الميمون المبارك واتل عليهم وفي هذه الليالي التي نعيشها ليالي الحزن على امير المؤمنين علي عليه السلام روحي فداه في هذه الحلقه سنتوقف عند روائع من حكومه علي امير المؤمنين صلوات الله عليه وعليه صلوات ملائكته وصلوات المصلين توقفنا فيما مضى في حلقه سابقه عند امير المؤمنين وحريه الراي كيف قد كفلتها حكومته وعصره ودولته كفلت حريه الراي حتى للخوارج ان سكتوا تركناهم ان تكلموا حاججناهم ان افسدوا قاتلناهم ثم توقفنا عند امير المؤمنين سلام الله عليه في حلقه اخرى وحقوق الانسان فاعطى حقوق الانسان حتى الكفار حتى المحاربين حتى من حاربوه من الفئه الباغيه لم يستعمل معهم سياسه الحصار وحبس الماء، بل راعى كل قوانين حقوق الانسان في حكومته سلام الله عليه، حتى مع اعدائه، حتى مع الخائنين من عسكره كعبيد الله بن الحر الجعفي، ايضا الامام سلام الله عليه اعطاه حقوقه، في هذه الحلقه سنتوقف احبتي عند روائع من حكومه امير المؤمنين. إحدى روائع حكومة أمير المؤمنين سلام الله عليه هي التنمية الاقتصادية. هي التنمية الاقتصادية ومكافحة الفقر وغير ذلك وكثيرة الأمور التي الإمام صلوات الله عليه ناضل وكافح من أجلها. فعلي روحي فداه الذي يقرأ خطبه والذي يسبر تأريخه ويتوقف عند حكومته يجد فيها الميزات الكثيره والخصائص العجيبه فلم يكن منشغلا ببسط سلطته ونفوذه ولم يكن مجبرا احدا حتى على بيعته رغم انه عليه السلام كان رافضا السلطه علي عليه السلام لا يرى في السلطه تشريفا بل يرى فيها تكليفا علي عليه السلام لم يرى في السلطه هدفا بل كان يرى في السلطه والحكم وسيله لاحقاق الحقوق الا ما كان يقول عليه السلام ويرددها دائما والله ان دنياكم هذه اهون عندي من عفطه عنز في خبر اهون عندي من عراق خنزير في يد مجذوم. اكثر من الوصف يريد يشير الى قباحة الدنيا عنده سلام الله عليه، ما كان متهالكا عليها ولا متلهفا اليها ابدا وهو الذي كان يناديها دوما ينادي الصفراء والبيضاء ويركل تلال الذئب والفضه يا صفراء يا بيضاء غري غيري صلوات الله عليه، ما كان يسيل لعاب اولي السلطه ولا كان محتارا ببسط نفوذه ولا كان منشغلا بوسائل الحكم وغير ذلك انما كان همه مكافحه الفقر تطبيق الشرع تطبيق عداله السماء كان صلوات الله عليه مهتما بشؤون الفقراء وهذا سيظهر كان صلوات الله عليه يلغي المحسوبيات كان صلوات الله عليه شديدا واضعا للرقابه على الولاه على المسؤولين على موظفي الدوله الى اخره، لعل اهم همومه كانت هي التنميه الاقتصاديه، اذا تلاحظون هذا النص الكريم اللي بدات فيه المحاضره، هذه رائعه من روائعه، انا اليوم ما اقدر اخصص حديثي لجانب، اريد اذكر بس لقطات من حكومه امير المؤمنين، الوقت ما يسمح ولا اقدر اقف عند مقدمات، لاحظوا روعه علي في حكومته، ما اصبح في الكوفة أحد إلا ناعما، ناعما اسم فاعل يعني متنعما يعني في نعمة، شلون يا أمير المؤمنين؟ يعني مرفهًا، شلون وإن أدناهم منزلة ليأكل من البر، يعني يأكل طعام الحنطة يأكل من الحنطة، الفقراء كانوا يأكلون من الشعير هو صلوات الله عليه الامام الباقر من دخل عليه رجل من اهل الكوفه قال له من اين؟ قال له من الكوفه، التفت الامام الباقر عليه السلام قال له والله ان صاحبكم صلوات الله عليه يقصد امير المؤمنين، الامام الباقر في المدينه، يقول له والله ان صاحبكم ما وضع آجر على آجر ولا اقطع قطيعا وكان يطعم الناس البر الخبز باللحم ويأكل هو الخبز بالزيت كان يطعم الناس خبز البر وياكل هو خبز الشعير سلام الله عليه حتى عمرو بن حريث هذا الشخص الاموي العنصر الاموي يقول دخلت عليه يوما فاتته فضه بكيس مختوم الامام رادي راوي الحاكم كيف لازم يكون مو لازم يكون والعياذ بالله للأسف اليوم في زمننا ما أحكي أنا عن نواب مجلس في بلد ما أحكي عن وزراء ومسؤولين ومدراء وعمداء يا أخي ظاهرة الفساد وعدم الشفافية علي عليه السلام هذا هذه دولته يخطب بين الصفين في صفين يعني مئة وعشرة آلاف جيش علي ومئة ألف مئة ألف جيش أمير المؤمنين ومئة وعشرة آلاف جيش الفئة الباغية يخطب بين الصفين في صفين يخاطب الناس بهذا الخطاب أيها الناس دخلت خلافتكم وعلي هذين الطمرين وغلامي فلان وراحلتي هذه فإن خرجت من, من خلافتكم بغير ما ذكرت فأنا لكم سارق هذه سياسة امير المؤمنين ستتضح، الامام سلام الله عليه في حكومته يقول ما اصبح في الكوفة احد الا ناعما، يعني متنعم الكل متنعمون، ولاحظوا دقة العبارة احد ما قال مواطن كوفي لا المواطن والوافد وكل من يعيش بالكوفة، الامام سلام الله عليه يقول ما اصبح في الكوفة احد الا ناعما يعني مرفهًا وان ادناهم منزلة ليأكل من البر هو يأكل خبز الشعير اعود لعمرو بن حريث عمرو بن حريث يقول اجته فضه جابت لكيس مختوم واتته بقصعه يعني طاسه مثل ما نقول يقول فتح الكيس مختوم يعني حاط عليه خاتم حتى اذا فتحوا عقده الكيس يبين الكيس ملعوب فيه مفتوح لا يختمه حتى احد لا يلمس كيسه يقول فاخرج منه كسيرات من خبز الشعير غير المنخول، هذا غير المنخول يصير مثل الاجر، مثل الاسمنت، خبز الشعير اذا ما ينخلو يصير بعد كلش قوي وشديد، يقول فكسرها بركبته وضعها في القصعه ذر عليها شيئا من الماء وشيئا من الملح، يقول اسفر عن ذراعه، قال لي يا عمرو الا تاكل؟ هذا الرجل اموي. أموي الانتماء ما أقصد أموي النسب على أي حال يقول استغربت حاكم يحكم 53 دولة وهذا أكله هذا تقشفه هذا زهده سلام الله عليه يقول أخذ يأكل هل كسيرات الخبز بعدين راد يعطيه درس لعمر بن حريث إيش قال له سلام الله عليه يقول التفت قال خابت هذه إن أدخلتها هذه النار يريد يعلم هذا وأمثاله الإمام كان مهتما بالتنمية الاقتصادية وهسه أذكر موارد لاحظوا أحبتي يقول الإمام وأن أدناهم هذه ما حد يقدر يقولها حاكم لكن عليا عليه السلام يقول أبي ضرس قاطع وأن أدناهم يعني أقل واحد في المستوى المعيشي في الكوفة وإن أدناهم منزلة ليأكل من البر من خبز الحنطة ويجلس في الظل يعني يمتلك بيتا يظل له ويشرب من ماء الفرات مو بس هذه سلام الله عليه رغم أن الكوفة البراقي يذكر يقول كان فيها خمسون ألف دار للعرب من ربيعة ومضر وأربعة وعشرون ألف دار لسائر العرب ستة آلاف دار لليمن او اليمنيين المهاجرين الى الكوفه وغيرها هذا الوضع السائد في دوله الامام سلام الله عليه التنميه الاقتصاديه ومكافحه الفقر الفقر شي يقولون في تعريفه ايها الاخوه يقولون عدم الوصول عدم الوصول الى حد الكفاف الامام سلام الله عليه رفعهم من مستوى الفقر صلوات الله عليه ابقوا معنا نتواصل معكم في هذه الحلقات الكريمه في هذه الليالي الحزينه ليالي امير المؤمنين بارك الله فيكم احبتي حياكم الله احبتي المشاهدين. اذا عرف الفقر بانه عدم الوصول الى حد الكفاف وعلي هسه ما اريد اتحدث عن اسباب الفقر ربما للفقر اسباب الكسل مثلا عدم تطوير الذات مثلا سوء التخطيط من الدوله او سوء التخطيط مثلا من الانسان نفسه يبذر يسرف كذا او السياسات الاقتصاديه اللي مثلا تضعها الحكومات هي اللي ما تخلق فرص عمل وبالتالي تتفشى البطاله وينتشر الفقر الى اخره من ضمن الاسباب عدم التكافل الاجتماعي، الامام حارب ظاهره الفقر صلوات الله عليه، حاربها اشد المحاربه من ضمن مقولاته في هذا الباب يوصي ولده محمد بن الحنفيه يقول يا بني اني اخاف عليك من الفقر فاستعذ بالله منه فان الفقر منقصه للدين مدهشه للعقل داعيه للمقت وهكذا حارب الامام الفقر من احدى روائع حكومه امير المؤمنين صنع دكاكين ومحال ووزعها على المواطنين مجانا لا محابات لا مناقصات لا سياسات لا غش لا كذا لا واسطات كما نقول وزعها على المواطنين صلوات الله وسلامه عليه وهكذا تصدى للفقر بكل أساليبه بالليل يجوب وقد حمل الجراب على ظهره يجوب على فقراء المسلمين محمد بن الصم عن أبيه عن عمه قصة طويلة يقول رأيت رجلا حاملا بيده جفنة بالليل وهو يقول يا رب المؤمنين اله المؤمنين اللهم انك تعلم اني لا املك الا ما يواريني وما بصحفتي او بجفنتي هذه يقول تبعته بالليل الى ان وصل الى دكه الفقراء اطعمهم ومشى عنهم جائعا يقول لما دققت النظر رايته علي بن ابي طالب صلوات الله عليه، وهو صاحب النظريه المعروفه، امير المؤمنين، ما جاع فقير الا بما متع به غني، من روائع حكومته مو بس التقشف والشفافيه، مكافحه الفقر، الغاء المحسوبيات بكافه اشكالها، ماكو انا قرايب المسؤول. وأتنعم بخصائص ومميزات ماكو هالشيء هذا في حكومته أحمل حديدة لأخيه عقيل بن أبي طالب إجا ابن أخيه وزوج ابنته الحوراء زينب عبد الله ابن جعفر ابن أبي طالب هذا الشخص الكريم اللي عرف ببحر الجود التاريخ يذكر دخل عليه قال يا أمير المؤمنين والله لا أملك إلا ما يواريني ودابتي هذه كان كريما جدا ما يبقي شيء الجود يفقر والإقدام قتال كما يقول المتنبي فلو أمرت لي بمعونة فد مساعدة شيء من بيت المال بس ثوبي وهاي الدب التفت إليه قال له الإمام سلام الله عليه والله لا أجد لك شيئا في بيت مال المسلمين إلا أن تأمر عمك فيسرق هو يعطيك والعياذ بالله يقول أنا لو داعنتك وفضلتك وانطيتك ومدري كذا أنا أصير سارق هذا منطق عليّ إلغاء المحسوبيات المساواة أمام القانون هذه من روائع حكومة أمير المؤمنين احترام الشعب احترام إرادة الشعب الإمام كان لا يرى في شريح القاضي نزيها ولا كان يراه كفوءا عزله من أجل السلطة فكان يتمتع بعلاقات أخطبوطية من يبقى بالسلطة هاي ليش سياسة التدوير مهمة اللي تستعملها الوزارات والسلطات هذه نعمة لأن من يبقى يعيش عيش ما أدري إحنا بس بلداننا للأسف هاي الشكل يصير وزير أربعين سنة يصير مدري كذا خمسين سنة تقول ديناصور هذه مأساة هذه ما كانت هالشكل الإمام سلام الله عليه عزله الشريح القاضي وإذا بالناس وعلاقات المتينة مع الناس مع الشيوخ العشائر القبائل الوجهاء كتبوا للإمام من البصرة إحنا نريد شريح رجع قاضي فامتثل لإرادة الناس سلام الله عليه وأرجع شريحا قاضيا عليهم في حين كان لا يراه كفوءا احترام إرادة الناس لاحظوا من ضمن الأمور من ضمن الامور من روائع حكومه امير المؤمنين سلام الله عليه، علت عدم التميز. ماكو داعي ان يتميز المسؤول على غيره، تكون إلى ما ادري فد معامله خاصه، تكون له فد منزله خاصه، لا، انتم هذا النص اللي يرويه ضرار بن ضمره اللي لما دخل على معاويه في الشام، قال له صف لي عليا، قال له اعفني، قال له لابد لك من ذلك، فوقف هذا الرجل الاسد بمحضر معاويه في وسط الامويين وانشد او وقال هذه الخطبه الرائعه كان والله بعيد المدى شديد القوى يقول فصلا ويحكم عدلا لا يطمع القوي في باطله ولا ييأس الضعيف من عدله الى ان يقول وكان فينا كأحدنا عدم التميز على الاخرين وكان فينا كأحدنا يجيبنا اذا سالناه وياتينا اذا دعوناه لا يطمع القوي في باطله ولا يياس الضعيف من عدله ووالله يا معاويه لقد رايته في بعض لياليه وقد ارخى الليل سدوله وقد غارت نجومه قابضا على لحيته الشريفه يتململ تململ السليم ويبكي بكاء الواله الحزين وهو يقول اليك عني يا دنيا غري غيري الي تعرضتي ام الي تشوقتي هيهات فعيشك حقير وعمرك قصير وخطرك كبير ثم قال عليه السلام اهن اه من بعد الزاد اهن اه من قله الزاد وبعد السفر ووحشه الطريق الى ان قال ضرار النص التاريخي يقول فبكى ضرار وبكى معاويه قال له فكيف حزنك عليه يا ضرار هسه اللي استشهد امامك علي شلون انت حزين عليه فكيف حزنك عليه يا ضرار قال له يا معاويه والله حزن من ذبح واحدها في حجرها فهي لا ترقى لها دمعه ولا تسكن لها زفره بعدين التفت معاويه قال رحم الله ابا الحسن لقد كان كذلك كل وصفك كان دقيقا هذا علي صلوات الله وسلامه عليه الذي كان روحي لألفدها من ضمن ميزاته هي هذه الخصائص تلاحظون كيف يحترم الناس تصوروا من أقرب المقربين إليه أبو الأسود الدؤلي هذا واضع علم النحو اللي الإمام علمه تلك بدايات ونوات علم النحو أبو الأسود الدؤلي النحوي المعروف الأديب من سادات التابعين أبو الأسود الدؤلي إلى طرفة الإمام عينه قاضيا ثم عزله شوفوا هاي من ميزات حكومة أمير المؤمنين ماكو محسوبية ماكو واحد مقرب إليه أكو رقابة مستمرة على كل المسؤولين لاحظوا الإمام عزل فإجا أبو الأسود إلى الإمام عليه السلام قال له لم عزلتني يا أمير المؤمنين لم عزلتني وما خنت وما جنيت لا خيانة عندي واختلاس ولا ظالم أحد لم عزلتني يا أمير المؤمنين وما خنت وما جنيت التفت إليه قال إني رأيت كلامك يعلو كلام خصمك من جاي الخصوم المدعيان يمك أنت صوتك أعلى من صوتهم أنا للأسف إذا الوقت كان يسمح لي أذكر لكم حقيقة عجائب من حكومة أمير المؤمنين كيف كان سلام الله عليه يتصدى للإصلاح كيف كان روحي لألفدها يتصدى بأبي وأمي إلى أبسط الأمور لاحظوا مثلا مثلا يقول لمالك لمالك شوفوا شي يقول للامام سلام الله عليه يقول له وأشعر قلبك العطف للرعية والمحبة لهم واللطف بهم ولا تكونن عليهم سبعا ضاريا تغتنم أكلهم فإنهم صنفان إما أخ لك في الدين وإما نظير لك في الخلق مكان آخر يحثه على زيادة الإنتاج في هذا عهد الأشتر اللي اعتبرته الأمم المتحدة اليونيسيف أكبر وأعظم وثيقة تنظم علاقة الحاكم بالمحكوم قبل سنوات الأمم المتحدة يقول له وليكن نظرك في عمارة الأرض أبلغ من نظرك في استجلاب الخراج مو مهم شلون تطلع فلوس للدولة وتملأ خزينة الدولة المهم أن تعمر الأرض المهم أن تخلي تركيزك على التنمية وليكن نظرك في عمارة الأرض أبلغ من نظرك في استجلاب الخراج وضع معيارا لانتخاب الموظفين هاي من روائع حكومة أمير المؤمنين مو قرايب المسؤول بس يتعين ستين واحد من قرايبه يدخل وياه واحد حرس وواحد حماية وواحد مدري شنو وواحد مدري كذا الامام ينطي فرض قواعد عامه ثم انظر في أموري ثم انظر في امور عمالك فاستعملهم اختبارا ولا تولهم محاباه واثرا مو من باب الاثره والمحاباه والمغازله قرايبي وابن خالي وواسطه وورقه وتوصيه وتعينه لا لازم تعينه لاجل الكفاءه ولاجل الاختبار، يهتم بالطبقه الفقيره عليه السلام، يقول له ثم الله الله في الطبقه السفلى من الذين لا حيله لهم من المساكين والمحتاجين واهل البؤس والزمنة وتفقد امور من لا يصل اليك منهم الى اخره، الامام سلام الله عليه هذه كانت همومه، هذه كانت من روائع حكومته، صلوات الله عليه روحي له الفداء بابي وامي وهو الذي على اي حال كان دائما يعني على اي حال يتذكر هذه الليالي يتذكر هذه الايام وهو الذي نشر المصحف على راسه وقال في اخر امره اللهم اني قد سئمتهم وسئموني ومللتهم وملوني اما ان ان تخضب هذه من هذه صلوات الله عليه روحي له الفداء حتى استشهد في محراب في محراب مسجد الكوفه صلوات الله وسلامه عليه وهو على اي حال طاويا بابي وامي لم يذق الا قرصا من خبز الشعير صلوات الله وسلامه عليه بابي وامي سيدي يا امير المؤمنين السلام عليك يوم ولدت في كعبة في الكعبه في بيت الله والسلام عليك يوم استشهدت في مسجد الكوفة في المحراب في بيت الله ايضا والسلام عليك يوم تبعث حيا في يوم القيامة لتشفع لعباد الله والسلام عليكم احبة المشاهدين اينما كنتم حيثما كنتم راجيا دعاءكم كما لا انساكم من الدعاء والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته